ما تاخد تجرب. ما اتغيرش. السيجارة دي أنا كنت بشربها زمان وأيام الشباب أنا كنت بطلع في مظاهرات، بس لقيت كل ده بقى ما منلوش فايدة، مش جايب همه. معاك قرش؟ تسوى قرش. بس الفلوس مش كل حاجة عادي. كنت زمان بقول نفس الجملة برضو. لا، كل حاجة الفلوس، بس ده مش موضوعنا. ايوه، خلينا بقى في موضوعنا. انت عايز ايه؟ والله انت اللي بعت لي، يعني انت اللي عايزني. عايزك تشيبك من اللي في دماغك وما تركزش معايا قوي. بس انا بشوف شغلي وبشوف الضمير. انا كمان بشوف شغلي. It's my business. بيزنس؟ البيزنس ده عادل بيه وما اتجر في تلاجات مراوح سقف تطرع الناس، مش تتاجر برغيف العيش قوت الناس الغلابه. يا راجل، واخدين اراضي البلد ببلاش عشان تزرعوها قمح تقوموا مسقعينها، عاملين قصور ومنتجعات وتسكن فيها انت واللي زيك عشان تلعبوا راكد تاخدوا تان وفي الاخر تجيبوا انها قمح فاسد. الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول معدتهم اتعودت على كده، يعني مش هيفرق معاهم اللي انت بتعمله ولا اللي انا هفضل اعمله. ماشي، بس دي وجهة نظرك انت. ومنين ما تبقاش وجهة نظرك انت كمان؟ انا ليه وجهة نظر تانية خالص. انا لا بهاجمك ولا بهاجم النظام، انا بهاجم الفساد لانه بقى غول كالخر البلد وجوع ناسها. انت ما تعيش يا سوراجي ولا ايه؟ تكونش فاكر نفسك لما تموت هيتبني لك تمثال ويتحط في ميدان عام؟ يا علي يلا، انت عيل تافه. لذيذ. تصدق انا معجب بيك لانك واطي، بس انا عندي بقى اموت تافه بدافع عن قضيه ولانيش عايش محترم زي ما انت مهيئ لنفسك انت ولا عينيك ولا ايه؟ ايه؟ تحت القلب في وجهك يا خالو. طب ودي فيها ايه؟ ده مليان ميكروباصات. ده مليان ميكروباصات؟ هو بوقي ولا موقف عابدين؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده يا ناس؟ تعبت. انتوا متجننين؟ مليان ميكروباصات؟ قلم مليان ميكروباصات؟ ايوه انا مع هشام. الجو حلو قوي. ماشي خلاص. طيب حبيبتي اكلمك بعدين. باي. انت عارف يا هشام انا بحب النيل قوي زي هشام. انت بتعيط هشام؟ مالك في ايه؟ انت بتعيط ليه؟ تعبانة. انت عارفة احنا هنا في النيل ليه؟ وحدنا في ساعة زي دي؟ مش عشان انا افضل انسان في الدنيا او انا الشخص اللي انت كنت تحلمي بيه، لا يا لما انا بوشي. انت بتقول ايه يا هشام؟ ايوه ايوه يا لما انا بوشي، دي الحقيقه اللي انا مش ههرب منها. لا مش الاولاني اللي انت عارفاه طبعا، شفتي سامي ابتسم اللي بيدافع عن حقوق الاخرين، دايما دايما فرحان، لكن وشي التاني
مدبوخ. لا يا هشام ما تقصش كده خلاص، ما تعيطش. مالك يا هشام في ايه؟ تعبان. تعبان من ايه؟ مالك يا هشام؟ اسف اسف، كنت عليك في يوم زي ده المفروض تنبسط بالنيل، لكن جوايا حاجة متكونة من حاجتين يا هشام. انا لسه